السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أحبتنا الكرام في الخليج، في الشرق الأوسط، في المغرب العربي، في العالم أجمع، إلى كل العرب، إلى كل المسلمين، إلى كل أصدقاء الجزيرة الرياضية، كل عام وأنتم بخير. ينعاد عليكم، على بلدانكم، على أهلكم، على من يعز عليكم مثل هذا اليوم المبارك بالصحة، والضيوف اللي راح يأتون تباعا بعد ذلك في المراحل القادمة من الليغا. احنا اليوم في البداية، ضربة البداية أتت، هدف مبكر يعسية، ولدينا الضربة الحرة المباشرة، جول. خلاص يا اخي، خلاص رجع كويل، بويل رجع، هو ما لعب من مايو، ولكن الكبير بويل يعود ويسجل الهدف الأول في المباراة. كارلوس بويل الكبير في مباراة رقم 375 يسجل الهدف. والله كنت أقول ما في هدف مبكر عند دقيقة الثانية. شوف 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 شوف، هو تعود خلاص، كارلوس بويل تعود على مثل هذه الكرات في الليغا، في كأس العالم، في الألمان يتذكرون مثل هذه اللقطات. شافي الكبير، كارلوس بويل الكبير، والهدف ميسي، ولا فابريغاس، ولا تيو اللي اليوم يلعب في المقدمة، ولا بيدري، ولا بيدرو، إنه القادم والعائد من الإصابة، القائد الكبير بويل في مباراة رقم 375 في الليغا يسجل الهدف رقم 11. لكن لدينا ردة الفعل المباشرة. أوه حلوة 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 اللقطة، ردة الفعل جميلة من الفريق الأزرق والأبيض اللي هو فريق ريال سوسيداد، يتقدم ويعمل ردة الفعل الجميلة القوية أمام مرمى فيكتور فالديز. المباراة والله تو الناس، تو الليغا، تو نحن في البداية ما بين الفريقين برشلونة وريال سوسيداد، ولكن هكذا الليغا من البداية، وتستمر الليغا بالأهداف وبالفرص الضائعة. احنا بدري كمدرب، هو الجديد أكيد، يعني الخبر بعد الفترة الرائعة اللي قضاها غوارديولا، لكن هو قريب، لصيح، صديق لغوارديولا، وغوارديولا اللي مريح خلاص، يعني كنا يبي له سنة على أساس يرتاح وبعد ذلك يفكر. لكن لدينا سوسيداد، ممكن جول، سوسيداد، غونزالو كاسترو، غونزالو كاسترو في أول ظهور رسمي له مع ريال سوسيداد يسجل الهدف الأول لمصلحة ريال سوسيداد. يعني حوالي 5 دقائق فقط افصلت الهدف الأول عن الهدف الثاني، وبالتالي لا لكن شوف 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 البينية، شوف البينية جنب، لا 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 ما في تسلل على الإطلاق، والشون حطها قوية في سقف المرمى، وبالتالي يأتي الحلوة. حلوة اللعبة، جميلة، منقولة، واحدة، ثنتين، ثلاث، وصلت إلى كاسترو، انتقال مجاني، أول مباراة يلعبها الأوروغوياني اللي واضح معك على الشاشة، اصطاد مرمى فيكتور فالديز بهذا الشكل القوي، لكن عمل جميل الحقيقة يكون في فريق ريال سوسيداد. يعني لأن البرشا يبحث اليوم، وراح يبحث يوم الأربعاء القادم، وردة الفعل تأتي هنا من البرشا، كرة بيدرو، ميسي ينطلق، أو 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 جول جول مباشرة، ميسي من بدري الليغا 3 أهداف. أنت تتحدث عن هدف في كل 3 دقائق، كل 3 دقائق يأتيك هدف، وبالتالي يأتي ميسي مباشرة ويسجل الهدف الثاني. ميسي إذا خلاص، هنا كريستيانو رونالدو ما سجل، لكن شوف 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 في عمل في هدف ريال سوسيداد، عمل هنا أيضا، واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع، تخلصوا علقها، خلاص انتهى الموضوع وصارت 2-1. لم يهنى ريال سوسيداد على الإطلاق بهدف التعادل مباشرة بعد دقيقة واحدة. شوف لمسة ثانية ثالثة، بالرغم من وجود 3-4 أثمرت عن تسجيل الهدف الأول لمصلحة البرشا.
الثالث والله شكل الثالث يا شكل الثالث يا التسديدة ولا زالت أيضا الفرصة خلاص جول جول. استمتع يا أخي أنت استمتع خلاص من حيث تطلب من حيث تفكر هكذا خلاص أنت خلك هادي الأعصاب إذا عندك ميسي ارتاح مالك يا أخي تيتو فيلانوفا يعني شوف 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 لأن الظهور الأول وفي الكامبانو وفي المباراة الافتتاحية خلاص أنت ليونيل ميسي ليو ميسي اللي وصل إلى سن 25 سنة وناوي أشكر ناوي لأن رونالدو هناك ما سجل في المباراة اللي انتهت قبل قليل لكن هنا يسجل هدفين يمكن الهاتريك يأتي بشكل مبكر أيضا لمصلحة هذا اللاعب. شوف الكرة فقدها أولا وبعد ذلك أتت وين تعطيه فرصة شوف شوف المدافع وين لاحظ معي المدافع وين تعطي الفرصة بهذا الشكل أنت تلعب أمام ميسي أبدا أبدا المدافع اللي واضح معك على الشاشة ماركل بيرغارا وبالتالي صارت ثلاثة صارت ثلاثة سمعت نهاية القصة اليوم في عيد الفطر السعيد اللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيد على الجميع بالصحة والعافية وهنا أيضا المحاولة الأخرى لمصلحة برشلونة الكل يعمل الكل يشتغل وأولهم أكيد ميسي وبالتالي يعني أنصار البرشا وخاصة بعدما تعادل الريال وراح يكون الحوار جميل جدا ما بين أنصار البرشا والريال عشاق البرشا والريال عشاق الجزيرة الريال لغاية الدقيقة 23 بس ثلاثة ترى لأن نشوف الضربة الركنية اللعبة وبويول أيضا حاضرا لكن الكرة إلى خارج أرض الملعب. إذن الصراع يبدأ من اليوم الصراع طبعا في مباريات وآخرين لكن حتى هذا الموسم شوف بويول يتقدم وشوف ميسي ما بين الأول وشوف ميسي بالثاني وشوف تيو اللي يعمل في الجهة اليسرى خلاص ميسي جولين وأحمد العراقي يبي ثلاثة والمشجعين والأنصار ورئيس نادي آخر ورئيس النادي اللي المغادر حقق الألقاب تلو الألقاب يعني الوضع رئيس اتحاد في أي مركز في العالم لأن الوضع اللي تركه الإرث اللي تركه غوارديولا اللي تيتو فيلانوفا ليس سهلا تعودت الجماهير على لقب وبالمناسبة فإن يعني اللقب الليغا على مدى السنوات الثلاث الماضية أخذ مورينيو الريال أخذ اللقب طبعا في الموسم الماضي لذلك البرشا مع ميسي يحاول التفوق أكيد على الريال وعلى الآخرين مع ميسي مع غوارديولا ولغاية الآن ثلاثة أهداف والنجوم حاضرين والتصفيق حاضر وبويول بدأ في أفضل فريق العربي الحبيب المغرب العربي الحبيب لكن والله كمان يسكت ما علي يعني ما علي أنا عارف أن المغارب كل المغارب يحبون البرشا والبرشا والرابع يصد الكرة مباشرة برافو ميسي وميسي في أي لحظة يعني ممكن يجي الهاتريك في أي لحظة بيجي الهاتريك شوف 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 ولاحظ معاي يتقدم يمر يهيئ يسدد يسجل يعمل كل شيء كالعادة ميسي وبالتالي يضيع يعني أنا أتصور أن ميسي بيجي بالهاتريك الليلة أكيد النجم الأول هو ميسي ولكن النجم يعني مع ميسي بالأداء وبشغل الجهة اليسرى ولاحظ الكرة اللي أول لاعب ريال سوسيداد هنا فيكتور فالديز تقدم إلى الأمام أوكي لكن والله لعبها صح لاعب ريال سوسيداد شوف هو يوم ما شاهد أن فيكتور فالديز متقدم لعب الكرة عالية بهذا الشكل لكن يرجع فيكتور فالديز وبمب شوف 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 لقطة تنم عن موهبة وعن لياقة وعن حيوية وعن شباب بسن 21 سنة يصنع الأهداف تقدم في اللقطة السابقة يعني يعجبني فيه بصراحة شوف 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 العين وين شوف العين وين شوف العين انت راقب العين ولاحظ الباص لوكاسترو في المباراة الافتتاحية للعملاقين لكن العملاق المدريدي تعادل والعملاق الكتالوني متقدم لغاية الدقيقة 40-3-1 بيسجلون عاد انت عقب بيك صبر شوي الشوط الثاني بيك عقب نيستا بيك رايق مرتاح شوف الآن يعني الرابع يمكن يأتي حتى في هذه اللقطة ترى ممكن تشوف خلاص جول يظهر لك الآن
بيدرو اللي العام كما ركبت سجل 5 أهداف، واليوم من البداية يسجل الهدف الأول له، وبالتالي صارت 4. لكن يا أخي انطلاع، شنه اللي يعمله الفتى الصغير أكتاب تيو في الجهة اليسرى؟ شوف راح نشوف كل شيء بالعرض البطيء، وراح ننبسط، وراح من اللي غادر ماذا من اللي طلع الأربعة، يعني يمكن واحد مثلا لا، لكن شوف هذه واحدة، هني الثانية، هني الثالثة، هني الرابعة، هناك الخامسة. شوف وين لعبها. يا الله، يا سلام، 10/10 للاعب رقم 21 اللي هو تيو، هدف اللاعب الشاب وبرشلونة ومدرسة برشلونة الولادة وبرشلونة ولادة. لذلك يعني لا خوف، انت اذا عندك لاعبين بهذا السن وهذه الامكانيات اللي يشوفها امامنا من تيو. برشلونة اقربنا، برشلونة امتعنا، تيو اقربنا. لذلك اللقطة على تيو، ميسي يمكن اللقطة بعد ذلك.